نروح بقى للأستاذ رامز. ورامز هو صوت العقل والمفكر بتاع المنصة، بسم الله ما شاء الله. رامز مواهب متعددة، فخلونا نصبح على رامز. يا رامز صباح الخير، ازيك؟ صباح الخير يا إبراهيم، ازي حضرتك؟ أخبارك ايه؟ الحمد لله والله كله تمام؟ كله تمام. طيب ممكن تعرفنا على نفسك أكتر بقى؟ أكيد طبعا، أنا رامز ممدوح، عندي 17 سنة، في ثانوي عام. ما شاء الله. طيب رامز أنا عرفت كمان إن أنت بتعمل مونتاج للصور والفيديوهات، الكلام ده صح؟ مظبوط يا إبراهيم. بتعمل كده؟ ما شاء الله. طيب ايه السؤال اللي انت حابب تساله النهارده لفخامه الرئيس؟ طبعا اول حاجه ازي حضرتك يا فخامه الرئيس؟ اهلا وسهلا يا رامز، ازيك؟ الحمد لله. حضرتك عامل ايه؟ انا بخير طول ما انتم بخير يا رب دايما. ممكن أمين. حضرتك تقول لي ايه هو اصعب موقف عدى على حضرتك لما كنت في قوات المسلحه؟ اصعب موقف؟ اصعب مش كده؟ بص يا رامز، اصعب وقت عليا كان في 2011، والله يعني يعلم ما في نفسي في اللي أنا بقوله ده. أنا كنت ببكي على مصر يا ابني، كنت ببكي على مصر. فحسيت إن ممكن الأمور تخرج عن ال يعني عن السيطرة، والبلد تخش في دوامة كبيرة جدا من الخراب والدمار، وكنت عارف ان احنا عددنا مش قليل وظروفنا كمان صعبة كدولة، يعني مش مستحملة ابدا انها تدخل في يعني في امور زي كده. فكنت جديد، واقدر اقول لك بدون مبالغة يا رامز، من ساعتها لغاية دلوقتي وأنا يعني وأنا في الوقت ده ما كنتش بان عليا سني خالص خالص، تحس إن أنا أقل من صحيح. والله ربنا يخليك لينا سيادة الرئيس، أنا بكلمك بجد. مش أنت بتسأل يا رامز وبتسأله؟ أكيد. وأنا برد عليكم، لو هاتوا الصوري اللي أنا كنت موجود فيها في الفترة ديت قبل 2011، ما تدونيش أكتر من 30 سنة. صحيح لسه شباب يا رئيس، برضه لسه 30 سنه، لكن اللي حصل والخوف على البلد والناس، اكتر حاجه صعبه يا رامز انك انت تشعر ان اهلك وناسك ممكن يضيعوا وانت مش عارف تعمل حاجه. فده سؤال صعب قوي، لكن انا جاوبت عليه. ومش انا بس بالمناسبه، في ناس كتير كانت في مصر وكان في الجيش بالذات عندهم القلق ده والخوف ده ان الامور تخرج وتبقى في حاجه صعبه لمصر. لكن وانا بقولها دلوقتي بعد تقريبا يعني 10 11 سنه، لازم تعرف يا رامز وكل اللي قاعدين في مصر يعرفوا ان اللي حمى مصر ربنا سبحانه وتعالى. وانا من الناس اللي ممكن كانوا يبقوا شايفين قد ايه حجم الدمار اللي البلد دي هتدخل فيه وتضيع فيه، ويمكن لسنين طويلة 20-30 سنة 40 سنة الله أعلم. لكن ما فيش حد تاني حمى البلد دي والبلاد اللي جنبنا، انتوا شايفين البلاد اللي جنبنا اللي دخل ما رجعش. وبالمناسبة مصر أضعف ظروفا من الناس ديت، احنا عددنا ما شاء الله كتير وبالتالي وشبابنا كتير، فلو كان حصل شكل من الاشكال لاقتتال حرب اهلية يعني في 2012 و13 كانت. لكن هنا برضو نقدر نقول حاجة تانية يا رامز، ان الجيش والشرطة والدولة دفعت ثمن كبير قوي. طب انا يعني تقديري ليه ربنا عمل كده مع مصر، تقديرا لمصر حبا لمصر وشعب مصر. فالحمد لله سبحانه وتعالى ان احنا ربنا نجانا من ده وعداها بسلام، وان شاء الله تبقى بفضل الله سبحانه وتعالى.
وإن شاء الله تبقى الجاية أفضل وأكرم يعني. إن شاء الله. طيب.